قام دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة قام بوضع حجر الأساس لإنشاء مدينة نور بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للاستثمار العمراني إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى. يتم تنفيذ المدينة على مساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة وبإجمالي استثمارات تصل إلى نصف تريليون جنيه. مدينة نور هي أول مدينة ذكية خضراء في مصر، من المقرر أن تضم 140,000 وحدة سكنية تستوعب نحو 600,000 نسمة بجانب مناطق خدمات تجارية وإدارية وحكومية وغيرها، وستدر طرائب للدولة بمليارات الجنيهات وتوفر نحو 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.